فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فحياكم الله أخواني جميعا في مخيم شباب الهداية، ونرحب بكم ونرحب بمشايخنا الفضلاء، ونرحب بالشيخ الدكتور عبد السلام السحيمي وحضوره من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، واستجابة لدعوتنا لهذا اللقاء المفتوح وإلقاء هذه الكلمة. كذلك نرحب بفضيلة شيخنا الدكتور فلاح بن إسماعيل من دكار، كذلك بشيخنا الشيخ سالم بن سعد الطويل حفظهم الله تعالى وجزاهم الله خيرا جميعا على إجابة هذه الدعوة للقاء تلامذتهم وإخوانهم في الله، وإلقاء هذه الكلمات واللقاء المفتوح. وفي بداية هذا اللقاء نبدأ بكلمة للشيخ الدكتور الضيف، وهو في بلده تعالي، والأمر له. ما يمكن أن تقدم الشيخ. نبدأ بالشيخ الدكتور فلاح بن إسماعيل من دكار ليلقي كلمة على تلامذته ونصحا وتوجيها لهم. فليتفضل الشيخ حفظه الله لإلقاء الكلمة. مساعد إيش رأيك؟ احنا اثنين هو واحد نقدر عليه. أنا فاككم، أنت تهاوشوا وأنا فاككم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. نحمد الله تبارك وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء وهذا الاجتماع، ونسأله جل وعلا المزيد من فضله وإعانته وتوفيقه وتسديده، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم، وأن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع والعمل الصالح. وأرحب ونرحب جميعا بشيخنا الأستاذ الدكتور عبد السلام السحيمي، الذي أبى إلا أن يعني نتقدم بين يديه بالكلام، وهذا من تواضعه، جزاه الله خيرا. ونسأل الله جل وعلا أن يكتب له أجر هذه الخطوات، وكونه تعنى وترك المدينة وجاء ليلتقي بإخوانه، وهذا والله من مما لمسناه من مشايخنا خاصة في المدينة، ومنذ بدأنا ومنذ يعني رجعنا من المدينة وبدأنا بالدروس واستضافات المشايخ وهم يلبون هذه الدعوات، جزاهم الله خير الجزاء، يتعاهدوننا وطلابنا جميعا. نعم، فهذا غرسهم لا شك، ونقول يعني نسأل الله جل وعلا أن يثيبهم وأن يجزيهم خير الجزاء على هذه المعاهدة وهذا التعاهد بزيارة إخوانهم وطلابهم وبذل النصيحة لهم يعني على وجه الاستمرار. ونسأل الله جل وعلا أن يديم يعني هذا التواصل وهذا الاتصال وهذا التعاهد منهم، جزاهم الله خير الجزاء. والآن أترك الكلمة له، وأظن يكفي أنا تكلمت يا شيخ، هذا نفذنا وصيتك، يعني جزاك الله خيرا. الله يجزاك الخير. الحمد لله، أحمده على نعمه الظاهرة والباطنة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأحمد الله عز وجل إليكم وأشكره سبحانه وتعالى على أن هيأ هذا اللقاء، والذي نسأله سبحانه وتعالى أن يكون لقاء نافعا لنا جميعا، كما أشكر فضيلة شيخنا المبارك الشيخ فلاح بن إسماعيل مندكار، حيث حقيقة أنني أعتبر تلميذا له، لأنني حقيقة استفدت من مؤلفاته وكتبه النافعة التي ألفها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيده من فضله وأن يجعله مباركا أينما كان، كما أشكر أخي الشيخ سالم الطويل على يعني الجهود الكبيرة التي يبذلها في مجال الدعوة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. الحقيقة أني ما أدري أتكلم عن ماذا، لأن ما علمت إلا هذه الليلة باللقاء ومع فضيلة شيخنا والشيخ سالم، فيعني لكن من باب التذكير وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فلعلي في هذا اللقاء أذكر شيئا مما ذكره أهل العلم، ومنهم ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أشياء مهمة تعين المسلم على جلب محبة الله عز وجل. أمور ذكرها رحمه الله تعالى أن المؤمن إذا التزم هذه الأشياء فإنها تكون بعد توفيق الله عز وجل أقوى الأسباب التي تقربه من الله وتجعله محبوبا عند ربه عز وجل. فذكر رحمه الله أول هذه الأسباب، قال هو قراءة القرآن الكريم بالتدبر والتأمل والتفكر، كأن الإنسان يقرأ الكتاب الذي يريد أن يشرحه، يعني لينتفع به، لأن هذا كلام رب العالمين. والقرآن إنما أنزل ليعمل الناس به، أن يؤمنوا بمتشابهه وأن يعملوا بمحكمه وأن يحلوا حلاله ويحرموا حرامه ويقفوا عند حدوده. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا من أقوى الأسباب، أن يتعامل الشخص مع كتاب الله عز وجل بالقراءة والفهم والتدبر لمعانيه والعمل بما جاء فيه. ثم ذكر سببا آخرا، وهو أن يتقرب العبد إلى الله عز وجل بالنوافل بعد الفرائض، وأورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لا أعطينه، ولئن استعادني لا أعيدنه. ثم ذكر سببا ثالثا، وهو من أقوى الأسباب وأعظمها، وهو دوام ذكر الله عز وجل على كل حال، قول باللسان والقلب والحال. وذكر جملة من الأدلة التي تدل على ذلك، ومنها قول الله تعالى: يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وقول الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. وكذلك ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون، سبق المفردون، سبق المفردون. قالوا: ما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ثم ذكر سببا رابعا مهما، قال: أن يقدم العبد ما يرضي الله على ما تهواه نفسه وتحبه. النفس تهوى أشياء وتحب أشياء، قال: فعند غلبة الهوى يقدم المسلم ما يكون مرضاة لله عز وجل
الله عز وجل يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال صلى الله عليه وسلم لا قطعنا الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ثم ذكر سببا مهما في غاية الأهمية، وهو معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته ومشاهدة القلب لهذه الصفات. وأورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. وذكر رحمه الله تعالى أن معنى من أحصاها أي حفظها كما هي في الرواية الثانية وعمل بمقتضاها. وذكر أن من عرف الله عز وجل بصفاته على مراد الله عز وجل فإنه يحب الله لا محالة، يعني تدعو هذه الصفات العظيمة والأسماء الحسنى إلى أن يحب الله عز وجل. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون عن أسمائه. ومما يتعلق بهذه الأسماء والصفات أن لا يحرفها الإنسان عن معانيها ولا يعطلها، بل يجب عليه أن يؤمن بها الإيمان الصحيح التام بأن يصف الله عز وجل بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم الوجه اللائق بالله عز وجل من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فذكر أن معرفة الأسماء والصفات تزيد الإيمان عند العبد إذا عرفها على حقيقتها فيكون لها أثر على المؤمن في أقواله وأفعاله وسائر تصرفاته. ثم ذكر سببا آخر وهو من أقوى الأسباب وأعظمها، وهو يقول مشاهدة نعم الله وألاء الله والتي لا تعد ولا تحصى، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فيشكر الله على هذه النعم العظيمة، وشكرها يكون باللسان بالثناء على الله ويكون بالقلب لاعتقاد أن ذلك من الله، ويكون بالعمل بأن يعمل ما أمره الله به وينتهي عما نهى الله عنه. وذكر سببا آخر مهما من هذه الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل، قال وهو انكسار القلب بين يدي الله ويقول على ذلك قوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ثم ذكر سببا بغاية الأهمية وهو التعرض إلى نفحات الله عز وجل لا سيما عند التنزل الإلهي، فإن جاء في الحديث إن الله ينزل في الثلث الأخير من كل ليلة فينادي هل من مستغفر فأغفر له، هل من داء من داء فأستجيب له، هل من سائل فهل من سائل فهل من هل من مستغفر فأغفر له، هل من داء فأجيب، هل من سائل فأستجيب له، هل من داع فأجيب دعوته. فيقول هذا الوقت من الليل من أعظم ما يكون في الخلوة ومناجاة الرب سبحانه وتعالى، وأن يكون بأدب وخشوع وتلاوة للقرآن، ثم يختم ذلك بالتوبة النصوح. ثم ذكر رحمه الله تعالى سببا من أنفع الأسباب وأجلها، قال وهو مصاحبة أهل العلم والأخيار والصادقين، فيأخذ من أطايب كلامهم، يقول مثل ما يأخذ أطايب التمر ويصبر على ذلك لقول الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي
يريدون وجهه. ثم ختم رحمه الله تعالى بسبب عاشر وهو من أهم الأسباب، قال: وأن يبعد الإنسان كل ما يحول بين قلبه وبين الله عز وجل. كل عائق وحائل يحول بين قلب الإنسان وبين ربه على الإنسان أن يبعد عن هذا وينأى عنه ويبعده عن نفسه. وذكر قول الله عز وجل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. هذه أسباب ليس لي شيء فيها، وإنما نقلتها لكم، ذكرتها لكم، ذكرها هذا الإمام البحر العلامة الناصح الجليل شيخ الإسلام بن القيم، ذكر هذه الأسباب النافعة. فلعلي أذكر نفسي أولا بها وإخوتي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير الشيخ فلاح. الشيخ الكلمة ما زالت، بس هذه تقديم لك وأنت تبدأ الآن. إحنا بس يلا شيخ سالم. المتفقين، يقول المشايخ متفقين، لكن احنا بنتفق الآن إن شاء الله. الحمد لله، جزى الله الشيخ خير الجزاء في هذه الكلمات وهذه العجالة في هذه العجالة. لكن يعني كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يحذر: يا أخواني، فيجب أن نحذر. هذا العلم الآن سمعناه، وما نقول لك أخذ بالعشرة في يوم واحد، لكن تبدأ بالأولى، تبدأ بالثانية، تبدأ بالثالثة، وهكذا. ومما ذكر الشيخ وذكره ابن القيم، بل ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام، من أعظم أسباب يعني جلب المحبة، محبة الرب عز وجل لعبده. وهذا هو الشأن كما ذكر أهل العلم وذكر شيخ الإسلام، يعني كونك أنت تحب الله عز وجل هذا أمر طبيعي يا عبد الله، هذا أمر طبيعي، لأن الجمال والكمال يحب أيا كان وفي أي زمان ومن قبل الجميع. فالشأن مو هو أنك أنت تحب الله عز وجل، هذا هو الأصل وهذه هي الفطرة. فمتى ما عرفت كمال الله وجمال الله وجلال الله عز وجل، لا شك القلب يميل إلى حبه، لأن القلوب تحب كل جميل. لكن الشأن أن تحرص على ما يكون سببا في حب الله لك، هذا هو الشأن. هذا نضعه نصب الأعين كما ذكر الشيخ، ونجتهد ونجاهد ونبدأ كما ذكر مشايخنا. أذكر كلمة لشيخنا نذكرها بعد قليل، والمسألة التي أريد أن نبدأ بها أن كل واحد الآن في هذا المجلس أمام هذه الكلمة من الشيخ الفاضل يعاهد نفسه: يا شيخ، نعم، أنا أريد أن الله عز وجل يتولاني بالمحبة ويرضى عني ويحبني. ومما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها من النقاط: النوافل بعد الفرائض. بعد الفرائض، الفرائض إن شاء الله نحسن الظن بالجميع، ما في كلام، هذا محل اتفاق، لكن بعد ذلك النوافل، ومن أعظمها الرواتب. الرواتب كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة من غير الفريضة، قال: بنى الله له بيتا في الجنة. فاحرص يا عبد الله، فاحرص يا عبد الله، ركعتين مع الفجر قبل الفجر، 4 مع الظهر قبل ولا بعد، أو تقسمها قبل وبعد، كم صاروا؟ 2 و4 كم؟ 6. ها؟
ست وثنتين قبل العصر، وإذا كملتها أربع بعد أجمل وأفضل، كم صاروا؟ ها قول ثنتين، قولوا ثنتين، نبدأ بالأقل. ها ثمان، ثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء، 12 ركعة. هذا عربون، ها ها، لبيت في الجنة وأنت في الدنيا، وأنت وأيضا من أعظم أسباب جلب محبة الله عز وجل لك يا عبد الله. وهذه أمور مهمة جدا في غاية الأهمية يا عبد الله. أولا هذه الفضيلة العظيمة، ثم أيضا مما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة ما هو؟ الصلاة، من الأعمال بعد التوحيد وبعد الإيمان في الأعمال أول ما يعرض في يوم القيامة الصلاة. قال فإن صلحت صلح سائر عمله. ولا واحد يقول أنا أطمئن وأنا مطمئن أن صلاتي كاملة، لا يا عبد الله، لا يا عبد الله. نعم تصلي الفرائض، لكن كم لك من صلاتك؟ مثل ما يقولون المشايخ، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلي الرجل وليس له من صلاته إلا ها كم ذكر أول ما ذكر؟ قال نصفه. يعني أول ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما للعبد من صلاته كم؟ لذلك العامة عندهم مثال دائما يقولونه، يقولون راعي النصيفة رابح، لأنه أكثر من النصيفة ما في، ما في يا عبد الله. نسهى ونغفل وما ندري الإمام وش قرأ، كثير جدا هذه كلها. ها هذا اللي تخلي الصلاة ما تأخذها، وثم بعد ما أو أعظم من يأخذ من صلاته قال النصف، وبعدين قال ويصلي الرجل وليس له من صلاته إلا ربعها ثمنها، وذكر أيضا أن الرجل يصلي وليس له من صلاته. لكن هذا النقص كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عندما يعرض ويكون فيه نقص يوم القيامة، ربنا عز وجل يقول انظروا هل لعبدي. ها هنا يجي دور النوافل يكمل بها نقص الفرائض. لذلك احرص يا عبد الله، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم. وأذكر والله هذا الحديث لما قرأناه مع شيخنا الشيخ حماد ابن محمد الأنصاري رحمه الله رحمة واسعة، رحمه الله، قال والله ما تركتها منذ عقلتها. الله اسمع يا عبد الله وش قال؟ قال ما تركت هالاثنى عشر ركعة هذه من يوم عقلت وفهمت وأدركت وعلمت هذا الحديث. وأنا من التطفل اللي كان عندنا بعد ما ركبنا سكت شيخنا قال نعم، قلت لهم عقلت الحديث هذا وقرأت الحديث أثناء الحفظ يعني. كم كان عمرك يا شيخ؟ قال 11 12 سنة يا شيخ، يعني من يوم عمره 12 سنة وكان في الستين ذلك الوقت يا شيخ ما ترك ها 12 ركعة في اليوم والليلة من غير الفريضة. فأسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم، وأن يوفقنا وإياكم، وأن ييسر لنا وإياكم. لكن أنت إيش تبدأ إيش وتعزم؟ قول يا الله إن شاء الله من اليوم ماني بترك ها هالثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة. واضح؟ واضح. تجلب المحبة، تقربك من الله، ترضي الرب عز وجل عنك، ثم يكمل بها نقص الفرائض يوم القيامة يا عبد الله. وبيت ها البيت مضمون في الجنة يا عبد الله. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. الآن نترك المجال للشيخ سالم، وبعدين كلمة أيضا للشيخ أبو صلاح بإذن الله. هذه ضريبة، ما يصير بدون ضريبة. جزاك الله خير، كلهم يبون. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة.
إنه لجمع مبارك، سأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يجعله جمعا مرحوما، ويجزيكم الله خيرا على هذا الاجتماع وهذا التعاون على البر والتقوى. التقيت بأخ من أريتريا في أمريكا، أذكر اسمه مزمل، قال أنه كان في جدة مقيما هناك، عنده محل، قال فإذا زار الشيخ عبد العزيز بن باز تلك المدينة وأعلن أن له كلمة، قال أغلقنا المحلات وجئنا المسجد لنسمع كلمة الشيخ عبد العزيز بن باز، قال ونحن نعلم ماذا سيقول، لأن الشيخ بن باز رحمة الله عليه لا يكاد يزور مكانا إلا وكانت كلمته والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال نعلم سيقول هذا الكلام، سيأتي بهذه السورة ويقول إيمان صادق وعمل صالح وتعاون على البر والتقوى ودعوة إلى الله عز وجل والصبر في سبيل ذلك. قال نعلم ما سيقول ونتأثر بكلامه، يكفينا أننا جئنا لنحضر يعني كلمة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. استفدت فائدة من هذا الموقف أنني حفظت كلمة، فكلما جاءت مناسبة كررتها، أسأل الله عز وجل ينفعني بها وإياكم، ألا وهي أن الله جل وعلا قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لما قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ماذا قال؟ قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كأن في ذاك إشارة إلى أن أحق ما أذكر به نفسي وإياكم وأحق ما نتذاكر به هذه الحقيقة العظيمة، ألا وهي أن الله عز وجل خلق الجن والإنس لعبادته سبحانه وتعالى. اجعل هذا نصب عينيك، أنت مخلوق وغيرك مخلوق لعبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذا حصر، لأن إلا استثناء بعد النفي، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ما أريد منهم من رزق كما يتوهم البعض، كما هي العادة أن السادة يحتاجون إلى عبيدهم، فقال ما أريد منهم من رزق، لأن الله يطعم ولا يطعم، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهذا أحق ما نتذاكر به يا أخوان، أن الله عز وجل خلقنا لثلاث. لماذا خلقنا الله عز وجل لثلاث؟ خلقنا لنعبده وحده لا شريك له لهذه الآية، وخلقنا جل وعلا ليعرفنا بنفسه، فقال جل وعلا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. القرآن من أوله إلى آخره تعريف بالله عز وجل، من قرأ القرآن وتدبره وجد أن القرآن تعريف بالله سبحانه وتعالى، من أول الحمد لله رب العالمين إلى قل أعوذ رب الناس، إما ذكر لأسمائه أو لصفاته أو لأفعاله أو بما أمر أو عما نهى أو ما الذي يسخطه أو ما الذي يرضيه أو ماذا أعد لمن أطاعه وماذا فعل بأوليائه وماذا أعد لمن عصاه وماذا فعل بمن عصاه. كل القرآن تعريف بالله سبحانه وتعالى، بل حتى أن قول الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جاء في تفسيرها في أحد الأقوال إلا ليعرفون، ومن عرف الله عز وجل عبد الله تبارك وتعالى، ولذلك المشركون يجهلون الله عز وجل. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. لجهلهم بالله عز وجل، لجهل بأسماء الحسنى وصفات العلى، لجهل بحكمة الله تبارك وتعالى، بعظمة الله جل وعلا، بكبرياء الله جل وعلا. فمن جهل الله عز وجل أشرك بالله وعصى الله عز وجل وتكبر على الله وعرض عن ذكر الله، فبقدر ما تعرف الله عز وجل بقدر ما تعبده وتخلص له وتستقيم على أمره. فخلقنا لعبادته وخلقنا ليعرفنا بنفسه سبحانه وتعالى. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابه هو العذاب الأليم،
غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. اقرأ كتاب الله وتعرف على الله سبحانه وتعالى. اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. اعرف الله عز وجل وتعرف على الله تبارك وتعالى، واقرأ كتاب الله بتدبر، تجد أن الله عز وجل خلقنا ليعرفنا بنفسه سبحانه وتعالى. الأمر الثالث، خلقنا للاختبار والابتلاء. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نحن جميعا وغيرنا كذلك ما خلق إلا للابتلاء والاختبار، في جميع الأحوال، في الصحة والمرض، في الغنى والفقر، في الحاضر والسفر، في العلانية والسر، الرجل، المرأة، الصغير، الكبير، العربي، الأعجمي، في جميع أحوالنا مبتلون ومختبرون. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وبلوناهم بالحسنات والسيئات. مخلوقا أنت يا عبد الله كما خلق غيرك للاختبار والابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكاذبين. أعطاك الله ليختبرك، منعك الله ليختبرك، علمك الله ليختبرك. ونبلوكم، يبلوك الله تبارك وتعالى، فأنت في جميع أحوالك. ليس للاختبار موعد ولا منهج محدد ولا امتحان آخر الفترة ولا لا كلا، بل أنت في جميع أحوالك في اختبار، منذ أن تستيقظ حتى تمسي، منذ أن تمسي حتى تصبح، بل منذ أن تعقل حتى تموت وأنت في اختبار وبلاء. فخلقنا الله عز وجل لنعبده، وخلقنا الله عز وجل ليعرفنا بنفسه، وخلقنا الله جل وعلا لاختبار وابتلاء، وهذه متداخلة. ولكن هذه الكلمة أعددتها لأذكر بها نفسي وإياكم وغيركم كلما حصلت مناسبة، ذكرت هذا. لماذا خلقنا الله عز وجل؟ لعبادته، وليعرفنا بنفسه جل وعلا، وليختبرنا ويبلونا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أذكر نفسي وإياكم على كلمة سمعت الآن من شيخنا فلاح، يقول الفرائض نحسن فيكم الظن، جيد حسن الظن، ولكن يا أخوان راجع نفسك، كم مرة في اليوم تفوتك تكبيرة الإحرام؟ هذه فريضة، هذه فريضة. من ذا الذي لا تفوته تكبيرة الإحرام؟ من ذا الذي يصلي الخمس، صلوات الخمس في المسجد في جماعة حيث ينادى لهن فيدركوا تكبيرة الإحرام؟ للأسف الشديد أذكر نفسي وإياكم كثيرا ما تفوتنا بعض الصلوات، ركعة ركعتان، فرض فرضان، ما أن يلتفت الإمام. وإلا الشباب المستقيم الذي يفترض بهم أن يتقدموا، أن يدركوا الصلاة، أن يكونوا قدوة لغيرهم، لأولادهم، لإخوانهم، وإلا قد تأخروا. والله فاتت عليك نومة، والله استعجلت، والله ما قدرت، كم باقي على الإقامة؟ قالوا كم فات على المسلم من الخير، كلمة تو الناس، تو مأذن، شيئا فشيئا، بالواتساب آخر مقطع إيش صار؟ وإلا ركعة ركعتان. فالذي يريد أن يحافظ على الصلاة الخمس كما تفضل المشايخ فليحافظ على النوافل، فهي السياج التي يحفظ بها ما فرض الله تبارك وتعالى. فهذا ما أوصي به نفسي وإياكم، أن نحافظ على الصلوات الخمس حيث نادى لها. ما في شيء يوم ترك، ما في شيء بعض المرات، أنت إما أن تكون محافظا أو تكون مفرطا في هذه الصلوات العظيمة. أعظم ما شرع الله عز وجل لعباده من الأعمال، من الفرائض العملية، الصلوات الخمس، عمود الإسلام، عمود الإسلام. قيل لرجل كيف فلان؟ قال كيف صلاته؟ تريد تعرفه؟ كيف صلاته؟ من صلاته تعرفه. قال جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، متى بعدين؟ تبعوا الشهوات. دينك بقدر محافظك على الصلوات الخمس. ثم ذكرى، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الله الله ببر الوالدين،
فوالله ما تقرب عبد إلى الله عز وجل بأعمال العباد أو أعمال معاملة العباد مثل بر الوالدين. وأنا أذكر نفسي وإياكم وأذكر وأكرر، ترى بر الوالدين غير عقوق الوالدين. قد لا تكون عاقا لوالديك، لكن ما البر الذي تقدم لوالديك؟ ما البر؟ أكثر الناس اليوم خاصة نحن الآن في هذا العصر، عصر الترف والتوصيل المنازل وبالتلفون وكل شيء، ماذا تقدم لوالديك؟ أكثر الناس الآن قد استغنى عن أولاده، يريدون جلسة منك، يريدون ابتسامة، يريد أن تجلس بلا هاتف، حطه في السيارة وانزل تكلم معه نص ساعة، سولف معهم. كثير منا ما يقدم برا، قد لا يكون عاقا، هذا لما العقوق كثير، سأل الله يغفر لنا أجمعين. لكن ما البر؟ البر من باب الأمر والعقوق من باب النهي، فلا لا يكفي أن لا تكون عاقا. ما البر الذي تقدمه لوالديك؟ فراجع نفسك يا عبد الله، مهما صنعت أنت مقصر. هذا جزاء الوالدين ما يلحقه أحد، ولكن سدد أقاربه، حسن من خلاقك مع والديك، أضف شيء إلى ما تفعل، قم ببرهما، أدخل السرور عليهما، اجلس معهما، تواصل معهما، يعني تعقب أمورهما. ما الذي ينقصهما اليوم؟ السواق والخدم والتوصيل والمنازل قد كفوا الأولاد كل شيء، الخدم اليوم أحسن من الأولاد، بقي شيء من البر، شيء من السعادة تدخل على والديك، على الأقل لا تضرهما. حافظ على دراستك، حافظ على وظيفتك، حافظ على علاقتك مع زوجتك، ما يريدوا مشاكل، ما يريدون يسمعوا عنك إلا خيرا، يريدون أن يجدونك سعيدا حتى يسعدوا حتى يطمئنوا. تابع هذا الأمر الجلل العظيم الذي ذكر الله جل وعلا فجعله حقا بعد حقه، فقال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه قال وبالوالدين إحسانا، قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. لما عقب الله عز وجل بالأمر بالإحسان الوالدين بعد الأمر بعبادته جل وعلا وحده لا شريك له؟ لأهمية هذا الجلل العظيم، هذا عمل عظيم، باب من أبواب الجنة، وعليك بكثرة الاستغفار لهما حتى لو مات، حتى لو مات. بعض الناس له والد أو والدان قد مات يذكرهما، لا يقول غفر الله لهما أو رحمه الله، والله مر الوالد كذا حصل كذا أعطاني كذا ضحك الموقف مضحك، طيب قل رحمه الله، قل غفر الله له. هذا أعظم بر يقدمه الولد لوالده، أن يستغفر له، أن يدعو له. فهذا التقصير عام كما يقال، موجة حر ولا برد تصيب الجميع، هذا التقصير في حق الوالدين صاب الجميع. راجع نفسك وحسن ولو خطوة ولو درجة أن تكون خير مما أنت عليه، لأن الآن ما في واحد قد أتى بالدرجات كلها، ما في. يعني تستطيع أنت أن تصعد درجة، أن تخطو خطوة أحسن. بارك الله فيكم، أحسن الله عليكم جميعا، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبعد. ففي كلام مشايخنا الفضلاء رؤية للعقلاء وتذكير للنبلاء جزاهم الله خيرا، وكما ذكر المشايخ أهمية التوحيد أيها الإخوة في حياتنا جميعا، هذا الركن العظيم الذي لا يمكن أن يستغني عنه العبد في أي لحظة من لحظات حياته، وعليها استقامته وقيامه وعبادته وطاعته وبقية أركان الإسلام. والصلاة كما سمعت من مشايخنا الفضلاء ومكانتها عند الله عز وجل، نحن اليوم أيها الإخوة في خضم مجريات الأحداث حولنا، أصبح البعض ولا أقول الكثير، أصبح البعض منا مع الأسف الشديد متأثرا بمجريات الأحداث، شغوفا بالأخبار، مهتما
بالأحداث وكأنه قطب الرحى وكأنه سياسي كبير ومسؤول جسور يخوض في كل شيء ويتكلم في كل شيء، بينما وظيفتنا ما ذكره الله في كتاب وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الوظيفة التي لأجلها أوجدنا الله سبحانه وتعالى كل واحد منا يجب أن يقوم به على أكمل وجه وأتمه، لا سيما والأنظار تلتفت إلينا وتنظر إلينا. شئت أما بيت، نحن اليوم نمثل الدين في الظاهر عند الناس، فأيما تقصير منا هو محسوب على الدين مع الأسف الشديد. ولهذا ينبغي علينا أن نبتعد كل البعد عن الغفلة في الدنيا. عجب والله، كل العجب من غفلة بعض المستقيمين عن الزهد في الدنيا، ثم بعد ذلك يشتكي يقول ما أستطيع المحافظة على الصلاة مثلا، لا أستطيع المحافظة على الجماعة، الانخراط في هذه الأمور والانشغال بها. كم من طالب علم اشتغل بالقيل والقال والسياسة والاقتصاد، واشتغل بالواتسابات والتويترات والإنترنتات، فمات قلبه وهو لا يشعر. لو سألته ماذا قدمت لرصيدك الأخروي اليوم زيادة عن رصيد أمس لما علم. والحال أن الله جل وعلا يقول أن له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. كما نحاسب أنفسنا على الدنانير والدراهم والفلوس، أولى وأحرى بنا أن نحاسب أنفسنا على أوقاتنا، وأن نحاسب أنفسنا على ما قدمنا لأرصدتنا عند الله عز وجل، حتى لا نقع في يوم التغابن في الغد. ضيعنا الأوقات في تقلب التويترات، ما الذي تستفيده؟ سؤال مهم جدا. اطلعت على جميع أخبار العالم، ما الذي تستفيده؟ ينبغي علينا أن نعقل وأن نتفكر. وأنا أذكر أن والدي رحمه الله من النصائح التي استفدت منها أنه كان يقول إن الله ابتلاني بالاستماع، يصلي الفجر ويجلس الإشراق ثم يأتي ويستمع إلى إذاعة بي بي سي. يقول طيلة 20 سنة ما استفدت منها شيئا. وهذا أيام الحرب مع الروس وأيام الجهاد. أيها الأخوة، ينبغي الإنسان يفكر. تفتح التليفون فكر، ما الذي تستفيده في فتح الهاتف؟ تجلس مع الناس تفكر، ما الذي تستفيده في هذا المجلس؟ يعني هذا المجلس المبارك سمعتم آيات وأحاديث، وهذا المجلس تحفه الملائكة، تتنزل فيها السكينة والرحمة وهو إلى آخره، لكن مجالس فيها السهر إلى الساعات المتأخرة من الليل، ثم يشتكي من صلاة الفجر، أين الاستقامة على الطاعة؟ أين الإحساس بأداء هذه الوظيفة؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الآية الأخرى تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. يحسب بعض الناس أن الاستقامة بترك اللحية وتقصير الثوب، هذه علامة من علامات الاستقامة، وليست هي الاستقامة. الاستقامة الحقيقية هو أداء الوظيفة على أكمل وجه، والإحساس بأنك في هذه الدنيا ما أنت إلا زائر. مرة كنت في سيارة مع بعض المستقيمين ونمر على مكان وإذا به يقول انظر إلى هذا القصر ما أجمله. أنت تنظر إلى شيء زائل، ما هي إلا 100 سنة وصاحبه يزول أو البنيان يزول، كيف تنظر إلى شيء يزول؟
ولا تقدم لنفسك شيئا لا يزول. يجب علينا أن نتأمل أين آباؤنا وأجدادنا، أين هم؟ تحت الثرى، تحت الثرى. أنت بعد 20 سنة 30 سنة ما ندري، قل 100 سنة ستكون تحت الثرى. ماذا قدمت لنفسك؟ يجب على الإنسان أن يفكر ما الذي ادخره لآخرته. وطلب العلم الذي زهد فيه كثير من الناس واستغنوا بالوسائل التواصل اليوم عن العلم، والله لا يسمن ولا يغني من جوع. هذه الوسائل فيها نفع، لكن نفعها نفع مجالس الذكر والمواعظ. قد تجد طالب علم مع شهادة دكتوراه لا يعرف آداب التخلق، لماذا؟ لأنه أخذ العلم من طريق هذه الوسائل، لم يجلس عند المشايخ، لم يطلب العلم. لذلك أيها الإخوة، لما تسمع الكلمة المشهورة عن الإمام مالك أنه كان يحضر مجلسه أكثر من 2000 شخص وأكثر لا يكتبون وإنما يتعلمون السمت، فينبغي علينا أن ندرك أن طلب العلم في هذا الزمان والحضور في مجالس الذكر في هذا الزمان وملازمة المساجد في هذا الزمان من أعظم المنجيات. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. إذا كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال بعض المفسرين وأمته تبع له، لكنه مشعر بأن الأمر عظيم، لا ينبغي أن نغفل ولا تكن من الغافلين. طيب، الإنسان قد يقع في الغفلة معرض، لكن الله جل وعلا يقول: إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. مر على القبور في الأسبوع مرة، في الشهر مرة، انظر إلى الموتى وإلى ما ساروا. لا تظن بعض الناس يتعب نفسه لأجل أولاده، يبني لهم مستقبل، يفكر كيف يدخر لهم. لا يا مسكين، فكر في نفسك، فكر في نفسك، فوالله لأنت أول من تهرب عنهم يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يوم شأن يغنيه. تترك الوظيفة التي من أجلها خلقك الله وتشتغل بجمع المال وجمع الدينار والدراهم والبنيان، أهذه وظيفتك؟ أما سمعت الله يقول: لا نسألك رزقا نحن نرزقك وإياهم، نحن نرزقهم وإياكم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموا. أنت مكلف بأن تعمل لآخرتك وأن تعمل لأولادك ما يصلح الله بعملك آخرتهم. تسأل عن هذا أيها الإخوة. إن تأثرنا اليوم مع الأسف الشديد، تأثر عوام المسلمين بالغرب والشرق وزخارف الدنيا كثير، وهذا التأثر من قبل عوام المسلمين وكون العالم أصبح قرية أثر على كثير من المستقيمين ونسوا الزهد. ما هو الزهد؟ ما هو الزهد معناه أن جاءك فلوس ما تبي، لا، الزهد جاءك فلوس ابني مسجد، الزهد جاءك فلوس قدم لآخرتك احفر بير، الزهد جاءك شيء قدم مصحف ورث احفر اعمل، هذا هو الزهد. ايش المقصود من هذا؟ لا نعمل لكي، لأن العمل لله عز وجل مطلوب شرعا، ينبغي أن الإنسان يتمنى الخير ويعمل للخير، لكن لا تنسى نفسك. ولهذا أحسن ما قيل في قول الله عز وجل عن قارون: ولا تنس نصيبك من الدنيا، أحسن ما قيل في الآية ليس هو ما يتبادل إلى الذهن أنه خذ من مالك وتمتع في الدنيا، لا، الله ما خلقنا لنتمتع في الدنيا، لو خلقنا الله لنتمتع
لكنا كالبهائم تتمتع تأكل وتشرب وتقضي حيواناتها الشهوانية وإلى آخرها. أما نحن مكلفون موظفون حتى المباحات عند كثير من الوصوليين المباحات إنما هو بأمر من الشارع وإلا فنصل فيها الحظر. إذا كان الأمر كذلك فينبغي أن تتفكر مع نفسك وتتأمل في حالك، ما الذي قدمته في هذه الوظيفة لنفسك لآخرتك؟ ما الذي قدمته لدينك؟ تأمل هذه الأمور العظيمة. كنت قبل أيام في المكتبة في المسجد تذاكر مع أحد الإخوة، فنظرت إلى رفوف المكتبة فقلت له هؤلاء هذا فلان العالم وفلان 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 أين ذرياتهم؟ قال ما أعرف. قلت الآن أحدنا يتعب نفسه لأجل ذريته، لكنه إذا مات ذريته إن كان فيه خير مثل ما قال شيخنا شيخ سالم، يعني الرجل الخير يقول الله يرحمه، لكن بعد ذلك ما الذي يبقى له؟ الذي يبقى له ما كان لله، ما كان لله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أريد الإطالة، الأسئلة كثيرة، لكن والله في كلام مشايخنا تذكير لمن أراد الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الله الله، خذ بيد صاحبك، إذا تذكر فأعنه وإذا غفل فذكره، وإياك أن تطبطب عليه وهو على باطل، فإنك ستسأل عن هذا يوم القيامة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وجزا الله مشايخنا خيرا. جزا الله المشايخ على هذه الكلمات وهذه النصائح، وحقيقة الأسئلة التي وردت كثيرة ولا يمكن عرضها جميعها في الوقت المتبقي، ولكن هناك تقريبا 4 أو 5 أسئلة بودنا حقيقة، بعض الأسئلة عامة وبودنا لو تشارك المشايخ في ذلك، خاصة في السؤال الأول وهو يعني أمر حصل يعني في الإعلام وغيره، وورد أكثر من سؤال فيه، وهو واجب المسلمين في مواجهة تآمر اليهود والنصارى على فلسطين. الآن الجميع يسأل عن قضية فلسطين وما حصل فيها، فلو أفادنا المشايخ حفظهم الله تعالى بموقف المسلمين أو موقف طالب العلم، خاصة بوجود طلبة العلم الآن ويحتاجون مثل هذه التوجيهات. اليوم هناك سياسي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، في مثل هذه المسائل أنا لا أحسن الكلام فيها، ولكن الذي يظهر لي أن عامة المسلمين ونحن منهم ليس بأيدينا شيء، إما أن تترك هذه المسائل لولاة الأمر أو للعلماء حتى يقرروا فيها. نحن عامة المسلمين بين أيدينا واجبات كثيرة نقصر فيها، وربما الانشغال في بعض المسائل مثل هذه وغيرها من المسائل الكبار تشغلنا عما يجب علينا مما هو من بين أيدينا، وقد وجد بعض الناس هكذا والأمة والأمة وفلسطين والعراق ومش عارف إيش، وإذا نظرت في حالي تجد مقصر كثيرا في حق نفسي، في حق زوجتي، في حق أولاده، في حق والديه، في حق صلاته، واجبات أمامك كثيرة. لو أسند الأمر لك أو يعني كلمتك ستصل أو افعل كذا أو لا تفعل كذا وهي تغير من الواقع شيء أتكلمنا، لكن لا أحد استفتانا ولسنا أهل الأصل للفتوى، وكلامه لا يقدم ولا يؤخر، وأمامنا واجبات كثيرة مقصرين فيها. فأنا اللي أرى في نفسي وسرت عليه لا أشتغل كثيرا في هذه الأمور، لم تسند لي ولا يسمع لي، وسأنشغل بها عما هو بين يدي. إذا الشيخ فلاح عنده شيء حق فلسطين فليتفضل.
الله يطب حوال المسلمين. احنا خابرين الشيخ سالم يعني. لا متى صار في الجرايد في المجلات في السياسة في كل شيء يا شيخ. تع كله يعني. أبد والله يا إخوان كما ذكر الشيخ يعني ما لنا إلا الدعاء يا شيخ. أنت تدعو الله تبارك وتعالى. نعم ما يعني غير هذا ما نملك. أسأل الله أن يعافينا وإياكم. هذا الباب الحسن الإسلام المرة تركوه ما لي. جزاك الله خير. عطى شوية شيخ. طيب ذكرنا. مو قلت لكم هو راعي السياسة. لا أنا ما لست راعي السياسة. يا أخوان أنا الآن ذكرني الشيخ فلاح. سكر بدون. وين راعيك؟ كفيت عليك. ذكرني الشيخ فلاح الله يحفظه يبارك فيه يبارك في الجميع. يعني بعض الناس أقول الكلمة يقول على على الدعاء. لا يا إخوان أعظم شيء الدعاء. أعظم شيء اللي يقول على شيء الدعاء. لا هو أعظم شيء الدعاء. الدعاء هو هو العبادة. قالها النبي صلى الله عليه وسلم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الدعاء خير كله. لو دعوت الله عز وجل أن يغفر للمسلمين والمسلمات أن يلطف بالمسلمين أن يصلح حالهم أنت تتعبد الله بهذا الدعاء. أنت تعبد الله بهذا الدعاء. فلا يقلل من شأن الدعاء. ادعو الله سبحانه وتعالى لك والمسلمين وافعل الله ما يشاء والله أرحم بعبده من أم بولدها. لكن والله أنا يمكن قال الشيخ فلاح على سبيل المزاح أنا لا أعرف الأمور هذه الشيء القرارات ومش عارف ايش وش مسقط القرار ما ادري ايش السالفه يعني. فما لي سبحان الله كله يعني ميسر لما خلق له. ما لي في هذا الباب ولكن هذه الكلمه اسمعها من بعض الناس على على الدعاء. لا الدعاء اعظم شيء وليس هو اقل شيء. بل ندعو الله سبحانه وتعالى دائما ان يحسن احوال المسلمين ان يرجعهم الاسلام أن يوحد الله تبارك وتعالى. يعني مرة كلمة قلت كلمة ما كما يقولون ما بغيت إلا عمري. قلت إن هؤلاء اللي خرجوا في سوريا ما خرجوا من أجل التوحيد لا إله إلا الله. طبعا كفروا ويسبوا تدري ما أعرفهم وش أقول. هذه ثورة ليست للتوحيد. أصل عامة ناس مش عارفين التوحيد عشان تكون ثورتهم على التوحيد. التوحيد له دعوته تحقيقه معرفته. الناس مش عارفة التوحيد. ناس تتعلق بالقبور. ناس تتوسل بالأموات. ناس يحلفون بغير الله. ناس يسبون الله عز وجل. ربنا جل وعلا ليس غافلا عما يعمل المسلمون وأحوال المسلمين. في تقصير كبير. ما كان الجاهلية في جاهليتهم يسبون الله عز وجل. اليوم في شوارع المسلمين من ينتسب الإسلام يسب الله عز وجل. اليوم التماثيل والصور التي تعظم وتعبد من دون الله أكثر بكثير من زمن النبي صلى الله عليه وسلم بل من زمن نوح عليه السلام إلى يومنا هذا. ما مر عصر مثل هذا العصر فيه تماثيل وقبور وأولياء وتعلق بغير الله وجهل في التوحيد جهل عظيم. يعني فلنقدر المسلمين توحيد الله عز وجل. ولو ذهبت فلسطين ولو ذهبت مكة والمدينة وحققنا التوحيد أحسن ما نحقق أراضي ومباني وشوارع بلا توحيد. من لم يوحد الله عز وجل فمصير جهنم لم يخلد منها أبدا. ومن حقق التوحيد لو ذهب الدنيا كلها ما ذهب عنه شيء ظفر بالتوحيد الذي يؤمن آخرته. من للتوحيد اليوم أخوان؟ من هؤلاء الذي يتباكون على الأمة وعلى أراضيها ومقدساتها؟ مقدسات في ناس ما تصلي. هذا تارك الصلاة ايش تفيد المقدسات؟ المقدسات انما بنيت للصلاة. في ناس ما يصليوا لسان طويل عن مقدسات لسان طويل. هذا الذي ندعو له فيما نستطيع تحقيق توحيد الله عز وجل إقامة العبادة لله تبارك وتعالى في أنفسنا أولا لقول تعالى قوا أنفسكم ثم في أهلينا وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أنا لا أحسن الكلام بماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟
لا حول لي ولا قوة إلا بالله. لم يوصل لنا الأمر والحمد لله للعافاء، ولا يسمع لنا ولا نستفتى ولا أفتي ما سمع لنا. كثير من الناس مضيعة أوقات. أنا التقيت بأخ فلسطيني في أمريكا، أخ في الله مستقيم يعجبكم، فقال ويقول قال إحنا الفلسطينيين علمونا أهل السياسة وما علمونا الدين. هو يقول أكثرنا قرارات كذا ممتحدة 425 300 مدري كم مجعل، لكن يقول الدين ما تعلمنا ولا علمونا، وكثير من لا يصلي أصلا، هذا شاهد من أهلها. فتحقيق الدين، تحقيق التوحيد هو الأصل، هو الأصل. حتى الجهاد شرع للتوحيد، حتى المعاهدات والحرب والسلم للتوحيد، ليكون الدين كله لله، يعني حتى يوحد الله عز وجل. لكن أي من يلتفت إلى هذا الأمر اليوم؟ لا من حكام ولا من صحفيين ولا من إعلاميين ولا من يتكلمون بهذا، ولا يعرفونه ولا يقيم له وزنا. ما رأيكم نسمع ناس يعني كما يقال أساسهم سني وسلفي، يقول توحيد 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 توحيد، لما تموت، لما تدخل جنة فيه. هكذا نسمع الآن ناس يقول توحيد توحيد، بعض قال ذبحتونا بالتوحيد، ذبحناك بالتوحيد. سبحان الله العظيم، يعني قل لهم من شأن التوحيد، من شأن الإخلاص لله عز وجل، هو الأصل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلص له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فأنا أقول هذا السؤال، والله أنا أول شيء لا أحسن إيش نسوي فلسطين، وأظن أن فائدته قليلة إن لم تكن معدومة، اسمحوا لي. وإذا عند المشايخ شيء، ما نبيع كل واحد حول على الثاني ويضيع علينا الوقت، إذا عندك شيء عطنا يا شيخ فلاح يا شيخ عبد السلام. يعني أنا لا دكتور ولا شيء، ما أستطيع مفنش. في كلمة أو مقالة الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى يعلق بها على كلام أحد دعاة الجماعات الحزبية في كلمة طيبة، يقول أحد هؤلاء الكبار هؤلاء الجماعة يقول أقيموا دولة الإسلام بأنفسكم تقوم لكم على الأرض. يقول هذه عبارة لو طبقوها هي المطلوب، أن الإنسان يقيم الإسلام في نفسه ويدعو إليه فتقوم دولة الإسلام. فالذي أشار إليه فضيلة الشيخ سالم هو أن يعني نتفقد أنفسنا من ناحية فعل ما يجب علينا وترك ما نهينا عنه، والدعوة للتوحيد والخوف مما يضاد التوحيد من الشرك. فالشيخ الألباني أعجب بهذه المقالة، وذكر أنهم ما طبقوها حتى قائلها. فلو طبقت هذه الجملة نقيم دولة الإسلام في أنفسنا، أن الإنسان يتقي الله عز وجل، يذهب على المأمور على نور من الله، يرجو ثواب الله ويترك المنهي عنه على نور من الله، يخشى ثواب الله عز وجل، يكون قدم لنفسه وقدم لأمته الخير الكثير. والله جزا الله المشايخ خيرا. هنا سؤال تكرر أيضا بخصوص الكتور عن طلب العلم وكثرة الفتن وكثرة الشبهات والشهوات، فمن نصيحة لطالب العلم؟ قال لكم الشيخ والعصر يا شيخ أبد أقرأ سورة العصر، ها؟ إن الإنسان كملوا إلا هذا استثناء من ماذا؟ خسارة. من الخسراء. من المستثنى؟ الذين آمنوا، يعني علموا الإيمان بالعلم، الإيمان بالعلم. وبعد تو قال هالشيخ هذا الذي علمته تعملوا به، وبعد هذا الذي علمته ثم عملت به تدعو إليه، وبعد
تصبر في ماذا؟ فيها كلها. فيها كلها. فيها كلها. كثير يقولون الله يرحم شيخنا الشيخ محمد أمان قال أكثر أهل التفسير يقولون تصبر يعني الداعية يحتاج إلى صبر. إنه الدعوة تحتاج إلى قال كله. قال الذي لا يصبر في طلب العلم ما يصلح في باب العمل. وإذا ما إذا صبر في العلم وما صبر في العمل لازم تصبر في العلم وتصبر في العمل وتصبر في الدعوة كلها لا بد فيها من الصبر. من الصبر يا عبد الله. نعم. قبل الختام بالسؤال الأخير, هذه رسالة من محب حقيقة يعني أرادنا قراءتها على المشايخ. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, والله إني أحبكم جميعا في الله وكنت أتمنى أن أحضر لكم دروس العلم ووفقني الله لهذا وجزاكم الله خيرا. رسالة من محب لكم من مصر, أحبكم جميعا في الله وأتمنى تقبيل أيديكم ورؤوسكم جزاكم الله خيرا, فقد عرفتمونا منهج أهل السنة والجماعة, لا تنسون من دعائكم بارك الله فيكم. أجزاه الله خير. بارك الله في الجميع. الله يوفقنا وإياكم. السؤال الأخير نختم به مع أن الأسئلة كثيرة. وهذا كم أخير؟ هذه رسالة. السؤال للشيخ عبد السلام بخصوص كتاب القواعد النورانية. هل كتاب القواعد النورانية يصلح للمبتدئ في دراسة القواعد الفقهية؟ قبل أن أجيب على هذا السؤال, السؤال الذي قبله الذي سأل عن الفتور عن العلم, يعني العلماء لما ذكروا الجهاد وأنواع الجهاد ذكروا النوع الأول من الجهاد الذي هو جهاد النفس الذي هو فرض عين. هذا النوع من الجهاد على المكلف من حين يكلف إلى أن يموت. النوع المرتبة الأولى من هذا الجهاد هو العلم, العلم النافع الذي يعرف به العبد ربه ونبيه ودين الإسلام. والنوع الثاني من الجهاد الذي هو فرض عين على المكلف من حين يكلف إلى أن يموت هو العمل بهذا العلم, وأنه يجب على الإنسان أن يعرف ما يجب عليه اعتقاده وما يجب عليه فعله وما يجب عليه قوله. والنوع الثالث من الجهاد اللي هو جهاد النفس الدعوة إلى هذه العلم, وهذه قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية قد يكون مستحب على حسب الأحوال التي يكون عليها الشخص والمكان الذي يكون فيه. والنوع الرابع من الجهاد جهاد النفس الصبر, وكما ذكر المشايخ أنه يكون في الأمور كلها في العلم والعمل والدعوة وكل ما يحتاج إليه المسلم مما يتعلق بأمر دينه. أما كتاب القواعد النورانية المعروف من أسلوب شيخ الإسلام ابن تيمية أنه أسلوب سهل إذا قرن بأساليب المؤلفين والمصنفين القدماء, هو من أسهل ما يكون. يعني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يعني إنجاز التعبير أولين لهم الحديث بحيث أنك لا تستصعب العبارة في الأعم الأغلب, ليس مثل الكتب المعقدة بل هي كتب عباراتها سهلة. وهذا الكتاب نافع للمبتدئين وللمنتهين, كتاب يعني فريد في بابه. أنا قرأته عدة مرات, شرحته عدة مرات, وكل مرة أقرأه وأستفيد منه, لأنه أولا يهتم بقواعد الشريعة وأصولها ومقدماتها, هذا يجعلها نصب عينيه. ثم لا يهمه قاعدة أن تكون لمذهب, يهمه أن تكون قاعدة كلية للشريعة. ثم يذكر يعني الأئمة الأعلام كالأئمة الأربعة ويذكر مذاهبهم من حيث الجملة ووجه الاتفاق ووجه الخلاف, ثم بعد ذلك يذكر قول فقهاء الحديث في الأصل الذي يذكره, في المسألة التي يذكرها, في القاعدة التي يذكرها من أول كتاب إلى آخر يذكر قول فقهاء الحديث, أحيانا وسط بين الكوفيين وأهل المدينة, وأحيانا يكونون مع أهل الكوفة في بعض المسائل, وأحيانا يكونون مع أهل المدينة في مسائل. لكنه كما ذكر هو رحمه الله تعالى يقول لا بد أن تكون عند الإنسان أصول كلية يرد إليها الفرعيات ليتكلم بعلم وعدل, ثم ينظر كيف وقعت هذه الفرعيات.
وإلا بقي في كذب وجهل في الكليات وكذب وجهل وظن في الفرعيات فيتولى الفساد العظيم. فهو ينظر إلى أصول الشريعة العامة وكليات الشريعة ومقاصد الشريعة. فلذلك هو ليس مثل القواعد الفقهية المعتادة كقواعد ابن نجيم أو السيوطي أو قواعد ابن رجب بأهمية هذه المؤلفات والجهد الكبير الذي بذله مؤلفوها والفائدة العظيمة، لكن هو ينصب تركيزه على معرفة قواعد الشريعة وأصول الشريعة ومقاصد الشريعة، ولذلك يذكر شيء من هذا القبيل في ثنايا الكتاب، وقد يستطرد في الفروع، قد يستطرد كثيرا في الفروع، لكنه دائما ما يجعل الترجيح أو الصواب الذي يكون مع الدليل ويدور مع الدليل حيث دار. فكتاب يستفيد منه المبتدئ ولا يستغني عنه عند هذا التعبير اللي يسمونه المنتهي، مع أنه ما في أحد منتهي في العلم. بارك الله فيك. العشاء أنا الحمد لله ما تعشى بأخذ راحتي. بالنسبة للأخ المصري اللي يقول أحبك في الله، عن نفسي أقول أحبك الله الذي أحببتني فيه، وجزاه الله خير والجميع. سأذكر موقفا لذكر الأخ الذي بلغنا سلامه وحبه جزاه الله خير. في بداية تحرير الكويت واتيان الفرد من الله سبحانه وتعالى، كان في شيخ إمام مسجد كبير بالسن اسمه عباس عبد المطلب رحمه الله تعالى في منطقة مشرف، إمام خطيب، وكان له عناية باللغة والأجرومية، وكان يخطر الخطب خطبة الجمعة كأنه يسولف مع الناس. فحصل له موقف في أول تحرير الكويت أنه على المنبر وأخذ يشكر الكويت والكويت والكويت وجزاهم الله خيرا، والله كنا في مصر في الأزهر ما نعرفش العقيدة السلفية ولا نعرف الواسطية ولا نعرف كتاب التوحيد، جينا هذه البلد عرفنا التوحيد، هناك كله أشعرية وكله النسفية وجوهرة التوحيد وشاعرة، والله البلد فيها الخير وعرفنا العقيدة وعرفنا، يعني يثني على الكويت أنه قد تسنى له أن عرف العقيدة هنا وكتبه ومؤلفاته. بعد ما انتهى من خطبة الجمعة وصلى، قام شاب كويتي أشعري متعصب، كان مطربا بعدين صار أشعريا، المهم هذا غضب، ليش يقول الشيخ عباس عبد المطلب رحمه الله ليش يقول ايش الأشعرية والأشعرية وتعلمنا السلفية؟ فقام هذا، كيف تقول أشعرية؟ أنا أسأله الآن أمامكم، من شرح صحيح البخاري؟ ابن حجر أليس أشعري؟ من شرح صحيح مسلم؟ النووي أليس أشعري؟ أسأله أمامكم، كيف تقول؟ يقول يتكلم على الشيخ بكلام شديد، طبعا الشيخ كبير بالسن لو لحية كبيرة حمراء، أنا أعرفه شخصيا معرفة سطحية لا بس فيها. المهم هذا على كلام الشيخ وشخط فيني، وانتشرت القصة ذاك الوقت، يعني أن هذا في واحد قام وتكلم على الشيخ عباس، فصار في عقد زواج عندنا في منطقتنا خيطان اللي كنت أنا عشت فيها، فكان المأذون الشرعي يعقد العقد الشيخ عباس عبد المطلب، فأنا تكفلت أني رجع مشرف منطقتها، فقال الشيخ عطنا القصة بالسند العالم منكم، فقال لي اللي حصل كذا، قال بعد ما انتهينا من الخطبة أنا والله بشكر الكويت، وأنا حقيقة هذا اللي تعلمت العقيدة السلفية في الكويت وعرفت كتب السلفية في الكويت، والله لما كنا هناك في الأزهر ما نعرف هذه العقيدة وأنا أزهري، قال لكن والله ما أحب تصرفاته، وحتى حشيش عندهم حشيش وحتى تدخين، وقال بيناتنا وحنا نجلس تعال اسمع الكلام، حتى بعضهم يقول ربنا يوم القيامة واخذ كرسي وقاعد على باب الجنة، مين؟ أزهري؟ طب خش أزهري خش، يقول هذول زهرة. لكن لما جينا والله يقول أنا كنت أشكر الكويت على شيء أنا رأيته بعين واستفدت بنفسي، وهذا شيء يعني تعلمته في الكويت مع أنه كبير السن، والكتب والتوحيد، وهذا مما يعني يشكر لهذا البلد وإلى آخره. تفاجأت بهذا الشخص قام وشخط فيني
بيقول انه كان مطرب وانه تاب وانا ما اعرفش تاب الله عليه ولا لا. يقول هكذا. يقول بعد ما شغط فيني قلت طيب خليه بعقب على تعقيب. قال ولا نسمح لك تتكلم. قلت طيب انا زي ابوك مش عارف تتعلم العلم، طب اعلمك الادب بس احترم شوي الشيبات وكبر سني. فهذا الشيء لا يدركه الا من فقده. نحن في الكويت يا اخوان نعبد الله وندعو التوحيد. ترى في بعض البلاد اللي يوحد الله عز وجل قال وهاب يضربوا حتى الموت. والله بعض يقتل، بعضهم يقتل عند الصوفية، الجامعات، الكليات، وزارة الأوقاف، كله أشعرية، كله صوفية. في بعض البلاد تصلون فيه الأهواز ما هواز روافض. الذي يوحد الله عز وجل يخفي توحيده. نحن في فضل من الله عز عظيم نتكلم بالعقيدة السلفية، دروس التوحيد، علو الله عز وجل. ناك شوفوا اللي يقول الله في العلو كافر عندهم. الذي يقول لا تعبد الأولياء من دون الله هذا يسب الأولياء، ممكن يضرب حتى الموت. هذه النعمة التي نحن فيها لا يجب وجوبا أن نشكر الله عليها وأن ننميها وأن نحافظ عليها. شيخنا أبو يوسف رحمة الله عبد الرحمن مصطفى، طبعا هو فلسطيني عاش في سوريا، يقول كان عندنا في سوريا الصوفية يقول أتباعهم الوهابية دول إذا أذن أحدهم ما يقول أشهد أن محمد رسول الله. معقول؟ قال إذا أذن الوهابي بيحكي أشهد أن ما حد رسول الله. يقول في واحد على الفطرة كان معقول ذهب سرا من غير استئذان عند مسجد سنة وأخذ يستمع، وإلا يسمع المؤذن الوهابية يقول أشهد أن محمد رسول الله. قال رجع قال شيخي والله سمعته بيحكي محمد رسول الله. قال ما ترد عليه، هو يقصد محمد بن عبد الوهاب رسول الله. شوف يعني مكفرك مكفرك. هل نحن نعاني من هذا؟ هل نحن نعاني من هذا؟ لا نعاني من هذا. فاظهر بدينك بتوحيدك بالعقد السلفية الأسماء والصفات والإمام بيع مذهب السلف من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف. تتكلم بالتوحيد، المنابر مفتوحة، المساجد مفتوحة. هذا إن لم نحافظ عليه يذهب. اليوم الأمور متاحة، غدا ما تدري ايش يحصل. استغل هذه الأوقات، استغل الدروس القائمة، الكتب المطبوعة، الزيارات، الضيوف الذي يقدمون من الخارج. لا تفرطوا في هذا، اعلموا أنها نعمة قد تزول. تعلم قبل أن تنشغل، تعلموا العلم قبل أن تسودوا، تعلموا العلم قبل أن تأتي ظروف فتمنعوا. وهذا من وارد جدا. يوم من الأيام أصبحنا ولا قد احتلت هذه البلاد، لا مساجد ولا درس ولا يحزنون ولا لا. أنسيتم؟ من لم يدرك هذا كان صغيرا أو لم يولد فنخبركم. فاليوم الدروس هذه اللي فرط فيها كثير من الناس والله ربما يؤثر أن يذهب يشرب عصير يأكل سندويشات ولا يحضر الدرس. والله إن بعضهم لا يفرط في هذه النعمة. يأتي الهلال تلو الهلال تلو الهلال لا يلتزم درسا واحدا. يا أخي درس، خل إخوانك يتفقدونك، يتشيكون على لحيتك على ثوبك، أسبلت ولا ضعفت ولا صار فيك ولا شحوالك. الدرس هذا اجعله شيئا من حياتك. كما تصل العصر كل يوم احضر درس مرة بالأسبوع. لكن بعض الأخوة اللهم كافي كلش سحب بالمرة. في البداية يجيك متحمس، عطنا الجدول، شنو الكتب، عطنا كذا، بعدين ما أن يلبث قليلا إلا سحب نفسه. لماذا؟ هذه النعمة قد تزول يا أخوان، والله قد تزول، والله محروم منها كثير من البشر كثير. أنا ذهبت وسافرت سافر المشايخ، يشوف الناس مساكين هناك، مساكين ما عندهم شيء، وقد يتسلط عليهم واحد يذهب يدرس بالخارج يأتيهم
ويشقهم شقين ويصنفهم ويفعل بهم الأفاعيل. لماذا؟ ما عندهم علماء، ما عندهم طلبة علم، فيتسلط عليهم بحسب ما هو يعتقد أو يظن أن هذا هو الحق. فهذه النعم يا أخوان كررت هذا الكلام معلش، ولكن والله يحافظوا على دروس العلم، حافظوا عليها واستفيدوا من وجودها الآن، قد تسلبوها غدا. أسأل الله أن يتم نعمته عليها. صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل على شك ما حد كلام. جزا الله المشايخ على ما قدموا، وكذلك جزاكم الله خير اخواني على هذا الحضور، والجميع مدعو على العشاء، يعني لا يخرج احد الا وقد تعشى على شرف حضور المشايخ جميعا. فتفضلوا حياكم الله.